العالم اللي بتحب السلام أكثر من هيك. سمعت إنه داعش هو اعترف. بلا داعش، هاي داعش لو مضبوط إحنا نخلص عليه، لازم نمسحهم عن الأرض، لأنه هذا داعش مش مسلم ولا يمكن يكون ذرة من الإسلام أو ذرة من الأخلاق. الإسلام كله راح تقتل أطفال، تقتل شباب جايين، واحد عريس هو عروسته شهر العسل ينقتل، وحيد أهله أمه وأبوه متوفين ما لوش الأخوات إلا هو، وروح شهر العسل ينقتل. أي شريعة هذا تحمل؟ أنا والدين اللي بحمل، لا إسلام ولا مسيحية ولا يعني. ولا عمره صار إنسان مؤمن إنه يآمن إنه قتل مؤمن إنسان بريء، مستحيل. أما هذا برجع إلنا إحنا، لازم إحنا نفكر حالنا، لازم نعرف الصح من الغلط، ومستحيل إن الإنسان يعرف الصح من الغلط. وبتمنى بتمنى لشبابنا وبناتنا الوعي، الوعي الحقيقي، ما ينجر ورا حكي شيخ ومش قادر أغلط، بس بتمنى انهم يكونوا نعم. واعيين. خالتها لو تحكي لنا عن المرحومه، وكانت قريبه منكم اكيد. اكيد حكيت معها انا قبل ما توفت بساعات، حكيت معها ما كناش كانت مبسوطه، بتقول الحمد لله، كنت بدي بالك حالك تطلعي شو، بتقول لي ان شاء الله خالتي ترد علي. انا مش قادره احكي، ما انا عارف شو اقول، انا مش عارف، بدناش ام الدنيا كلياتها، مش داري شو بدي اقول، انا ماني عارف الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها.